مرحبا بكم جميعا متابعينا في قناتكم كاليفورنيا العسكرية، حيث نستعرض اليوم أقوى صواريخ كروز التي تمتلكها الجزائر. في هذا الفيديو سنستعرض خصائص الصواريخ المختلفة وأهميتها في تعزيز القدرات الدفاعية للدولة الجزائرية. إذا كنتم مهتمين بمعرفة المزيد عن هذه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتكونوا دائما على اطلاع بآخر المستجدات. دعونا أولا نتعرف على نوع هذه الصواريخ، وهي صواريخ كروز. تعد صواريخ كروز صواريخ موجهة بدقة، مصممة لتوصيل الرؤوس الحربية إلى أهداف محددة من خلال الطيران على ارتفاعات منخفضة باستخدام الرفع الديناميكي الهوائي بشكل مشابه للطائرة. وهي مصممة بأنظمة توجيه متقدمة مثل الجي بي اس والملاحة بالقصور الذاتي، مما يسمح لها بالسفر لمسافات طويلة بدقة عالية. تطلق هذه الصواريخ عادة من السفن والغواصات والطائرات والمنصات البرية، ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية، على عكس الصواريخ البالستية التي تتبع مسارا عالي القوس وتسافر بسرعة تفوق سرعة الصوت للوصول إلى أهداف طويلة المدى. تحتفظ صواريخ كروز بسرعة دون سرعة الصوت أو قريبة من سرعة الصوت لزيادة كفاءة الوقود والشبحية. وتستخدم الصواريخ البالستية في المقام الأول للمهام الاستراتيجية ذات الأهداف الأقل دقة، بينما تتميز صواريخ كروز بالمهام التكتيكية نظرا لدقتها وقدرتها على التهرب من اكتشاف الرادارات. تؤكد صواريخ الأسرع من الصوت، وهي فئة جديدة، على السرعة والمناورة، وتسافر بسرعة تفوق 5 ماخ، مما يجعله من الصعب اعتراضها. من ناحية أخرى، تتخصص صواريخ الدفاع الجوي في استهداف التهديدات الجوية السريعة الحركة، وتعتمد على التوجيه الراداري أو بالأشعة تحت الحمراء. كل نوع يخدم أغراض استراتيجية مختلفة، ويستخدم ملفات تعريف الطيران وتقنية التوجيه المميزة. والآن متابعينا الكرام، دعونا نتعرف على قائمة صواريخ كروز التي يمتلكها الجيش الجزائري. أولا، صاروخ براهموس. صاروخ براهموس مشروع مشترك بين منظومة أبحاث الدفاع والتطوير الهندية والروسية. هو صاروخ كروز أسرع من الصوت، سمي على اسم نهري براهما بوترا. يتمتع بنماذج متنوعة لإطلاق من السفن والبر والمنصات الجوية، مثل الطائرة السخوي سو 30 MKA، والتي تعتبر العمود الفقري للقوات الجوية الجزائرية. يعرف بسرعته التي تتراوح بين 2.8 إلى 3 ماخ. يتمتع براهموس بمدى ممتد يصل إلى 500 كيلومتر، ويحمل رأسا حربيا تقليديا يبلغ وزنه 300 كيلوغرام. يشمل نظام التوجيه المتقدم، نظام الملاحة بالأقمار الصناعية، والباحثين عن الرادار للضربات الدقيقة على الأهداف العالية القيمة. من خلال دمج التكنولوجيا التخفي وقدرة الطيران المنخفض، يكون من الصعب اعتراضه. ينشر من قبل الجيش الجزائري والبحرية والقوات الجوية، ويعزز القدرات الاستراتيجية مع التحسينات المستمرة، مثل براهموس NG الذي يقدم تكوينات أخف لمنصات متنوعة. يعتبر الصاروخ رادعا رئيسيا في استراتيجية الدفاع الجزائرية، مما يجذب اهتماما دوليا من دول مثل الفلبين والفيتنام من أجل الحصول على هذا الصاروخ، مما يبرز سمعته كنظام سلاح قوي وموثوق. ثانيا، صواريخ KH-101. صاروخ KH-101 هو صاروخ كروز روسي بعيد المدى، تم تطويره بواسطة رادوغا، جزء من شركة الصواريخ التكتيكية الروسية. صمم لتوفير ضربات دقيقة ضد الأهداف الاستراتيجية. هو جزء من عائلة الصواريخ KH-55، ولكنه يتضمن تكنولوجيا متقدمة في الشبحية والدقة. يعرف KH-101 بقدرته على المدى البعيد، ويصل إلى مسافات تصل إلى 5500 كيلومتر، مما يسمح له بضرب الأهداف البعيدة من نقطة الإطلاق. الصاروخ مجهز برأس حربي تقليدي، رغم أن نسخته KH-102 مصممة لحمل حمولة نووية. يشمل نظام التوجيه الملاحة بالقصور الذاتي المكملة بنظام تحديد المواقع العالمية جلوناس، ونظام كهربائي ضوئي، مما يضمن دقة عالية مع الخطأ الدائري محتمل يبلغ أقل من 10 أمتار. الصاروخ التالي في القائمة، صاروخ
UG-12. صاروخ UG-12 هو صاروخ كروز صيني أسرع من الصوت، وتعتبر الجزائر الدولة الوحيدة في العالم بجانب الصين من تشغل هذا الصاروخ، وهو مضاد للسفن معروف بسرعته وقدرته على المناورة، مصمم لتحدي الدفاعات البحرية واستهداف سفن كبيرة. تم تطوره بواسطة شركة صناعة الطيران الصينية والعلوم CASEC، ويعمل كعنصر حاسم في قدرة الضربات البحرية الصينية. يمكن لليوجي 12 الوصول إلى سرعة تصل إلى 3 ماخ، مما يجعله من الصعب اعتراضه، وله مدى يقارب من 400 كيلومتر، مما يسمح له بمهاجمة الأهداف على مسافات كبيرة، مجهز برأس حربي شديد الانفجار أو تجزئة، مصمم لإلحاق أضرار كبيرة بسفن العدو. يستخدم الصاروخ نظام التوجيه المتقدم يشمل الرادار النشط، مما يسمح له بضبط مساره أثناء الطيران وتحسين دقة الاستهداف. يمكن إطلاقه من منصات متنوعة بما في ذلك الطائرات مثل قاذفة H6K والسفن والمنصات الأرضية، مما يوفر مرونة في الانتشار. يعزز الجمع بين السرعة والمدى والدقة في UG-12 قدرات الجزائر في منطقة الحرمين من الوصول، مما يشكل تهديدا كبيرا للقوات البحرية العاملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. يعكس تطويره تعزيز الجزائر على تحديث تكنولوجيا عسكريتها وزيادة قدرتها على إسقاط القوة في المناطق البحرية المتنازع عليها. رابعا، صاروخ M54 كاليبر. صاروخ M54 كاليبر هو نظام صاروخي كروسيني متعدد الاستخدامات، تم تطوره بواسطة مكتب تصميم نفاتور، مصمم لأداء أدوار متنوعة بما في ذلك مكافحة السفن والغواصات والهجمات البرية. يعرف بمرونته، وقد تم نشره من قبل البحرية الجزائرية عبر منصات متعددة بما في ذلك الغواصات والسفن السطحية ووحدات الدفاع الساحلي. يشمل عائلة صواريخ كاليبر عدة نماذج بمدى يتراوح من 50 إلى 2500 كيلومتر، اعتمادا على النموذج المحدد والملف الشخصي للمهمة. إحدى الميزات البارزة في صواريخ كاليبر هي القدرة على السفر بسرعة دون سرعة صوت خلال معظم رحلاته، بينما يمكن لبعض النماذج مثل النسخة المضادة للسفن التسارع إلى سرعة أسرع من الصوت في المرحلة النهائية لتفادي دفاعات العدو. هذه القدرة تجعل من كاليبر أداة قوية ضد الأهداف وذات الدفاع الجيد، ويشمل نظام التوجيه الصاروخ الملاحة بالقصور الذاتي والملاحة عبر الأقمار الصناعية وتوجيه الرادار النشط في المرحلة النهائية، مما يوفر قدرة استهداف دقيقة. تم استخدام النموذج الأرضي لصواريخ كاليبر لأول مرة خلال التدخل العسكري الروسي في سوريا. خامسا، صواريخ تيسيو MK2. صواريخ تيسيو MK2E هو صاروخ إيطالي متقدم مضاد للسفن، تم تطوره بواسطة MBDA، مصمم للتعامل بدقة عالية مع السفن السطحية باعتباره التطور الأحدث لعائلة صواريخ تيسيو. يتميز بمدى ممتد يتجاوز 350 كيلومتر ويسافر بسرعة دون سرعة صوت، مما يحسن من الشبحية وكفاءة الوقود. مجهز بنظام توجيه متطور يشمل الملاحة بالقصور الذاتي وGPS وتوجيه الرادار النشط. يضمن الصاروخ دقة عالية ضد الأهداف المتحركة، ويمكن للرأسي الحربي شديد الانفجار اختراق السفن المصفحة، في حين أن تصميمه ذو المقطع العرضي الراداري المخفض وقدرته على المناورة يعزز من قدرته على التهرب من دفاعات العدو، ويستخدم من قبل البحرية الجزائرية ومتوفر للتصدير، مما يوفر أداة قوية للدفاع البحري والتفوق. سادسا في القائمة، صواريخ P-800 أونيكس. صاروخ P-800 أونيكس هو صاروخ كروز روسي أسرع من الصوت مضاد للسفن، مصمم للهجوم وتدمير الأهداف السطحية والبحرية. تم تطوره بواسطة MPO. يعرف الصاروخ بمرونته وتكنولوجيته المتقدمة، حيث يمكن إطلاقه من منصات متنوعة بما في ذلك السفن والغواصات وأنظمة الدفاع الساحلي بمدى يصل إلى 600 كيلومتر. يمكن للصاروخ P-800 أونيكس السفر بسرعة تتجاوز 2.5 ماخ، مما يجعل من الصعب اعتراضه من قبل دفاعات العدو. يجمع نظام التوجيه بين الملاحة بالقصور الذاتي وتوجيه الرادار النشط،
مما يضمن دقة عالية وفعالية ضد الأهداف ذات الدفاع الجيد. صمم رأس الحربي شديد الانفجار إلحاق ضرر كبير بالسفن المعادية، يوظف تكنولوجيا التخفي لتقليل بصمته الرادارية، ويضمن أنماط طيران قريبة من سطح البحر لتجنب الاكتشاف، ويعمل P-800 أونيكس كأساس لعدة أنظمة صاروخية أخرى، بما في ذلك النسخة التصديرية المعروفة باسم ياخونت والنسخة المحمولة تجول براهموس التي طورت بشكل مشترك مع الجزائر، يعزز نشره في البحرية الجزائرية مما يجعله عنصرا حاسما في استراتيجية البحرية الجزائرية وتهديدا قويا للقوات البحرية في المياه المتنازع عليها. في الختام، شكرا متابعيني الكرام لمتابعتكم هذا الفيديو عن أقوى صواريخ كروز التي تمتلكها الجزائر. نأمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات ووجدتموها مفيدة. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات أو تعليقات يرجى تركها في قسم التعليقات، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.